نفى ناطق رسمي باسم جهاز حرس المنشآت النفطية علي الحاسي وجود أي تنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي التي يترأسها الفريق أول ركن خليفة حفتر بخصوص شن ضربات جوية ضد تنظيم داعش في منطقة السدرة. وقال الحاسي عبر مداخلة في نشرة الثانية ظهرا مع راديو الوسط اليوم الأربعاء إن تنسيقهم بهذا الخصوص مع رئاسة الأركان التي يترأسها اللواء عبد السلام جدال العبادي ومع العقيد بشير بودفرة أمين القطاع الحدودي بمدينة جدابية. المزيد دائما الوسط.